الإدمان على العمل، ثقافة العار، الانسحاب الاجتماعي، ما الذي يربط بين هذه الأشياء؟ الجواب هو خطر الانتحار. ربما سمعتم عن مجتمعات تكثر فيها حالات الانتحار، من أبرزها المجتمع الياباني. لكن ما السبب في ذلك؟ مفهوم العار الحاضر في الثقافة اليابانية يشكل ضغطاً على الأشخاص ويقوي لديهم شعور الخوف من الإخفاق، ما يؤدي إلى الإدمان على العمل وشدة المنافسة بين الأفراد. هذه الضغوط النفسية قد تدفع الشخص إلى الانسحاب الاجتماعي أو ما يسمى هيكيكوموري، إذ يعزل عدد من اليابانيين أنفسهم داخل بيوتهم لأكثر من 6 أشهر ويتوقفون عن الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المدرسة أو العمل. هذه العوامل قد تفسر معدلات الانتحار العالية التي تشهدها اليابان منذ سنوات. خلال سنة 2017 انتحر أكثر من 21,000 شخص، أي بمعدل يقارب 58 شخصاً في اليوم، وهو رقم منخفض مقارنة بالعقدين الأخيرين، إذ وصلت المعدلات ذروتها عام 2003. هذه الأرقام شكلت ضغطاً من أجل فتح نقاش وطني ووضع خطط وسياسات للحد من تفاقم الظاهرة. معدلات الانتحار بشكل عام شهدت انخفاضاً خلال السنوات الأخيرة، لكن انتحار الصغار وصل إلى أعلى المستويات منذ 30 عاماً. التخوف بشأن المستقبل والمشاكل العائلية هما أبرز الدوافع، إلا أن العوامل الكامنة وراء هذا الارتفاع تبقى مجهولة في أغلب الحالات. اتخذت اليابان بعض الإجراءات لخفض العمل الإضافي. حثت الحكومة الشركات على إعفاء الموظفين من العمل صباح الاثنين الأول من كل شهر، وشركة في اليابان صممت روبوتات تزعج الموظفين لإجبارهم على مغادرة أماكن العمل. ثقافة الإدمان على العمل متفشية في الدول المجاورة أيضاً. كوريا الجنوبية مررت قانوناً لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية، وأجبرت الموظفين في القطاع العام على احترام مواعيد الخروج من العمل. الحكومات تعمل على تقليص العمل الإضافي لخلق توازن بين الحياة العملية والشخصية للمواطنين أو لعدم القدرة على تحمل تكاليفه. كيف هي ثقافة العمل في بلدانكم؟